خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر ونقرب من الصورة من خلال الناشر محمود عبد النبي، مدير معرض الشيخ زايد للكتاب. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير يا أستاذ أحمد، وصباح الخير يا أستاذ أمنة، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. يعني عاوزين حضرتك تكلمنا عن الفعاليات لشهادة اليوم الأول لانطلاق معرض الشيخ زايد للكتاب، وهيستمر يعني كام يوم؟ المعرض يقام على مساحة 3000 متر، ودي الدورة التاسعة. المعرض بيضم زي ما ذكر التقرير أكثر من 120 ناشر. 3000 متر بس، المكان فين؟ المكان في مدينة الشيخ زايد، الحي الأول. تمام. أمام مستشفى بهية، شارع الروضة. عظيم جدا. المعرض دي دورته التاسعة، على مدار 9 سنين بيقام. ده مقام لخدمة سكان أهالي الشيخ زايد ومدينة الجيزة ككل. المعرض بيضم فعاليات زي ما ذكر التقرير، وندوات وأنشطة للأطفال، ورش تعليم رسم وتلوين وصلصال. المعرض يعتبر متنفس ورئة للقراء في مدينة الشيخ زايد، وإحنا مستمرين بفضل ودعم جهاز مدينة الشيخ زايد ومحافظتك. تخصيص الدورة التاسعة أو العشرة زي ما حضرتك بتقول السنة دي للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، إيه الفعاليات اللي هتتعمل علشان نحتفل ب 50 عام على مرور حرب أكتوبر أو على النصر في حرب أكتوبر المجيدة؟ يعني التصادف والتزامن الجميل بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ده مخلينا عاملين أكتر من ندوة. موجود معانا كان في اليوم الأول مجموعة 73 مؤرخين، ودي كانت ندوة ثرية جدا، كان فيها أكثر من لواء وأكثر من بطل من أبطالنا في حرب أكتوبر المجيد، حكوا للجمهور وحكوا لقراء مدينة الشيخ زايد الأبطال بتاعت الأمجاد والأبطال والمعارك اللي خدوها بنفسهم، وده كان بالنسبة لنا شرف كبير ان احنا نسمع من ابطال حرب اكتوبر اللي خاضوا المعركة بنفسهم، ازاي واجهوا العدو وازاي كانوا ابطال لغاية اخر لحظة في النصر. هل في مجال في اي قاعة من قاعات الاطفال او في انه يبقى في حكاء يحكي للاطفال الصغيرين القصة بحيث انه يبقوا عارفين التفاصيل؟ عندنا في رسومات وفي ورش حكي بتحكي حرب اكتوبر من بدايتها لنهايتها للاطفال، وفي قصص كتيره موجوده داخل اروقه المعرض للاطفال، بنحاول ان احنا نحكي لهم ببساطه ازاي كان النصر مهم في حرب زي دهيت، وان شاء الله هتشوفوا الكلام ده في الايام الجايه. أبرز الحضور بقى من الشخصيات العامة والكتاب والأدباء اللي حضروا الافتتاح. طبعا المعرض بيضم مجموعة كبيرة جدا من الندوات المهمة، ومدينة الشيخ زايد ذاكرة بالنجوم والمثقفين. احنا عندنا ندوة مهمة بكرة للأستاذ عمر طاهر، في أكثر من لقاء مع الأستاذ إيهاب الملاح، محمود عبد الشكور، والدكتور حسين حمودة، برضو ندوات مهمة جدا جدا، نتمنى جمهور مدينة الشيخ زايد ان هو ينتظرها ويترقبها ويجي يشاهد معانا اللقاءات المهمة دي مع المثقفين والنقاد والمفكرين. نعم، بنشكر حضرتك الأستاذ محمود عبد النبي الناشر ومدير معرض الشيخ زايد للكتاب.